أخبار الأهلي في الصحف والمواقع. الأهرام، الأهلي يخصص الدرجة الأولى، يمين لجماهير الترجي التونسي. ومن الأخبار، أكرم توفيق يغيب عن مباراة الأهلي والترجي التونسي. ومن الوفد، الأهلي حضور جماهير الترجي مباراة الغد بجوازات السفر. ومن الشروق، حسام غالي يحصل على إذن للغياب عن تدريبات المستبعدين من مباراة الترجي. ومن اليوم السابع، الأهلي ضد الترجي، سياج من السرية على تدريبات الفريقين قبل لقاء غد. ومن الوطن سبورت، مدير الكرة بالترجي يشكر الأهلي على الاستقبال. فيتو اليوم، الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الترجي التونسي. ومن الميدان، اتحاد الكرة يقيم حفلا لتسليم الأهلي درع الدوري. ومن صدى البلد، طارق عبد العزيز يقود تدريبات الغائبين عن مباراة الترجي. وإلى هنا تنتهي النشرة الرياضية على قناة النادي الأهلي. نشكركم على حسن المتابعة. دمتم في أمان الله.